تمر هندي ده كارثه في رمضان، اوعى تشرب سمره يا تمره تمر هندي. طبعا انا بتكلم على التمر هندي البودر المنتشر في بيوتنا اللي اغلب الناس بتكسر صيامها عليه في رمضان. تعالوا نعرف مكونات التمر هندي البودر ده ايه وايه اضراره. طبعا او الماده الاساسيه بتاعته اللي بتكونه السكر، وطبعا دي اول كارثه عندنا. يجوا بقى بيضيفوا على السكر ده صبغه كده لون صناعي ويضيفوا عليه صنص او ريحه صناعيه. طب اللي فات ده كله خطر، نيجي بقى الحاجه اللي اخطر من ده كله، حاجه اسمها ابيض الاكسيد او داي اكسيد التيتانيوم، ودي ماده خطر جدا وتعتبر من مسببات الكانسر وبالذات كانسر القولون. انت متخيل صحتك هيحصل لها ايه؟ خد عندك يا سيدي مشاكل في المعده، زياده في مقاومه الانسولين، غير ان انت بتبقى عرضه لا قدر الله للسرطانات وبالذات سرطان القولون. طب وليه ما نشربش التمر الهندي الطبيعي بتاعنا؟ اجود انواع التمر الهندي عندنا موجوده عندنا في محافظه اسوان. تعال اقول لكم كده فوائد التمر الهندي بتاع اسوان بتاعنا. اول حاجه بيساعد في خفض الكوليسترول، ثاني حاجه بيقوي عضله القلب، سلام بقى لو حطيت عليه زهره الكركديه، ويبقى هنا بقى اسمه المشروب المعروف العناب، احلى مشروب مصر. تعالوا كده نعرف فوائد زهره الكركديه. اول حاجه زهره الكركديه بتقلل مقاومه الانسولين ومفيده لمرضى السكر، تخيل يعني هتساعدك في التخسيس، بس الغلطه اللي انت بتعملها بتغرقها بالسكر. تاني حاجه اللي بيقلل السكر بالليل. ثالث حاجه بقى بيحسن الانيميا وانه يضيع لك الانيميا. نصيحه مني، ابعد عن السموم اللي اسمها العصير الباودر دي اللي بتتباع في الشارع وفي السوبر ماركت، وخليك في الطبيعي بتاعك.